فيلم إكسودوس جودز أند كينجز. الفراعنة القدماء استعبدوا العبرانيين على مر السنين لأكثر من 400 سنة، وبسبب الحكم الوحشي للفراعنة إله العبرانيين قرر يعاقبهم عن طريق 10 أنواع من الكوارث. أول كارثة كانت التماسيح. التماسيح انتشرت في نهر النيل بأعداد كبيرة جدا، وكانوا بيهجموا على كل الصيادين اللي موجودين في النهر بوحشية شديدة جدا، وما سابوش أي حد منهم عايش، لدرجة إن النيل اتحول لبحر من دماء الصيادين، ومن وقتها محدش قدر يقرب من النيل تاني. بس دي كانت بداية الكوارث العشرة. بننتقل بعدها للكارثة التانية. كل السمك اللي في نهر النيل مات، والنهر بقى عبارة عن دم، وده دمر المصدر المائي الرئيسي للمصريين، والنتيجة إن كل المحاصيل اللي الفلاحين تعبوا فيها طول السنة اتدمرت، يعني بقوا بدون أكل أو شرب. عشان كده الفرعون أمر كل الكهنة بتوعه إنهم يصلوا للآلهة بتاعتهم عشان يحولوا النهر من تاني المية، بس كل ده ما جابش بفايدة طبعا، حتى صلاة العرافة للإله بتاعها ما جاش بفايدة. بعدها جت الكارثة التالتة، ملايين الضفادع خرجت من قاع النهر بسبب تلوث المية، وملوا كل الشوارع والقصور، لدرجة إنهم دخلوا القصر الفرعون نفسه وكانوا موجودين في سرير الملك. بعدها الضفادع ماتت بسبب نقص المية وتدمير البيئة بتاعتها، وجثثهم ملت كل مكان في المدينة. وده بيودينا للكارثة الرابعة. بموت الضفادع الدبان لقى بيئة خصبة يكبر فيها في جثثهم، وزاد عددهم بالمليارات، وبقوا يتغذوا على كل اللحوم اللي بقى. طبعا اللحوم كانت نادرة وكميتها قليلة جدا، وبعد ما خلصوا على اللحوم دخلوا على البني آدمين، والدبان كان مالي الجو كله، وكمان ريحة جثث الضفادع كانت مالية المكان، وبقى صعب جدا التنفس في وجودها. الفرعون عمل اجتماع طارئ لكل الوزراء والكهنة بتوعه، وساعتها اتكلم واحد من اللي موجودين وقال له انهم لو صبروا على الكارثة دي فالدبان هيموت لوحده زي باقي الضفادع والامور هتهدى بعدها. بس بعدها على طول حصلت الكارثة الخامسة. الطاعون انتشر في المدينة كلها، وبقى بيموت كل السكان اللي موجودين، وبيسبب لهم طفح جلدي بشع. حتى أفراد العيلة المالكة وكل النبلاء اللي موجودين ما سلموش من الطاعون. بعدها اليهود بعتوا حصان أبيض للفرعون مكتوب عليه إن الأزمة دي مش هتنتهي، دي هتزيد، ومش هتتحل إلا لما يطلق سراح 400,000 يهودي اللي مستعبدهم. بس الفرعون كابر وما كانش مؤمن بأي إله، وكان معتبر نفسه الإله الوحيد اللي موجود، وكمان اعتبر إن اليهود عملوه ده قلة ذوق منهم وضعف عذابهم وأشغالهم، وده طبعا خلى الكارثة السادسة تنزل عليهم. كل المواشي اللي في المدينة ماتت موت مفاجئ، حتى الخيول ماتت، والمصريين ما كانوش عارفين يلحقوا على الكوارث. الفرعون عمل اجتماع تاني للكهنة بتوعه عشان يلاقوا له حل في الكوارث اللي بتحصل، وزي المرة اللي فاتت لازم يصبروا لحد ما كل ده ينتهي وكل حاجة هترجع لطبيعتها. بس الفرعون ما عجبوش الكلام، وسحب الكاهن ده وأعدمه قدام الشعب كله، وجاب بعدها العرافة بتاعت المملكة وقالت له انها صلت لكل الآلهة بتاعتها بس مفيش استجابة. وساعتها الفرعون جاب اخره وما كانش قادر يصبر على التخاريف اللي بيقولوها كل شوية دي، وسحل العرافة قدام الشعب وقتلها هي كمان. وبالليل حصلت الكارثة السابعة. عاصفة شديدة جدا ببرق ورعد وامطار ضربت المدينة كلها ودمرت كل المحاصيل الباقية. وقتها الفرعون حس بالذنب لأنه خلى مصر تقع بسبب ظلمه وطمعه. بعدها واحد من اليهود كلم الإله بتاعه وكان متضايق جدا لأن عامة الشعب هم اللي ماتوا مش الفرعون. هو ما كانش عارف إن الإله كان بيعاقب الناس على ذنوبهم. وساعتها الإله اتصور له على صورة طفل استغفر الله وقال له إن الكارثة التامنة هتيجي بكرة. وفعلا تاني يوم ظهر كمية كبيرة جدا من الجراد في السماء، والناس جريوا كلهم وسابوا محاصيلهم، والجراد كل حاجة خضرة كانت موجودة في طريقه، حتى في القصور كل الفاكهة والأكل اللي كانوا موجودين فيه. دلوقتي الناس ما بقتش لاقية تاكل واضطروا انهم ياكلوا من الشجر. ساعتها مسؤول الامداد عن الفرعون نصحه انه يبعت للشعب شوية من المحاصيل اللي موجودة في مخازنهم ويجمعها منهم تاني على صورة ضرائب لما الكوارث دي تنتهي. بس الفرعون الاناني رفض الاقتراح ده. وساعتها بتحل الكارثة التاسعة. الشعب الجعان اقتحم مخازن الحبوب والناس نهبتها كلها، ولسوء الحظ في شعلة وقعت من واحد منهم وولعت في المخزن كله، واللي قدر يهرب منهم بشوية من الحبوب جنود الفرعون قتلوهم ودفعوا حياتهم تمن شوية غلة، والقصر اتملى بجثث الشعب. بعدها إله العبرانيين بيتدخل وبيبعت صاعقة من السماء بتقضي على كل جنود فرعون. بالليل ظهر إله العبرانيين من تاني في صورة طفل استغفر الله، وبعت لواحد منهم اسمه موسى وقال له يروح يتفاوض مع الفرعون على تحرير اليهود اللي تحت سيطرته ويرجعهم تاني لوطنهم، وإلا هينزل عليهم الكارثة العشرة اللي هتكون أشد بكتير جدا من اللي فاتوا كلهم مع بعض. موسى راح فعلا للفرعون وطلب منه انه يحرر اليهود وإلا هتحل عليه الكارثة العشرة. بس الفرعون رمسيس كان عنيد جدا وقال له انه مش هيحررهم. بنكتشف بعدها ان رمسيس كان حاقد على موسى بسبب كلام العرافة اللي قالته له قبل الحرب بين مصر والمملكة الحوثية. بنرجع بعدها فلاش باك وبنشوف الامير رمسيس وهو بيقود جيش مصر ضد جيش الحوثيين في معركة قادش اللي التاريخ خلدها وكتب عنها
مجلدات بسبب عظمتها، جيش رمسيس كان متكون من 2000 عربية حربية و16 ألف جندي، وخدهم كلهم وطلع بيهم على سوريا عشان يواجه الحوثيين. أول ما الحوثيين عرفوا بأن رمسيس جاي عليهم، ملك الحوثيين بعت 20 ألف جندي على الحدود عشان يستقبلوهم، وساعتها رمسيس عمل خطة ذكية وقسم الجيش بتاعه نصين وهجم على الحوثيين بالجيش اللي معاه، وخلى النص التاني هجموهم من ورا، وابتدت الحرب بين الجيشين. رمسيس أمر الرماة بتوعه أنهم يطلقوا السهام على جيش الحوثيين، وده وقع أكتر من نص جيشهم قبل ما المعركة تبتدي حتى، وبعد ثواني أطلقوا المجموعة التانية من السهام، وده أكبر المشاة أنهم يعملوا تشكيلة دفاعية من الدروع بتاعتهم. وهنا جه دور العربيات الحربية. رمسيس اقتحم الحائط البشري اللي الحوثيين عاملينه بالعربية الحربية بتاعته، وجنوده اتحركوا وراه وقتلوا باقي المشاة تحت العربيات الحربية بتاعتهم. الحوثيين ضعفوا جدا لأنهم فقدوا عدد كبير جدا من قواتهم، وهنا بيجي دور النص التاني من الجيش بقيادة موسى. النصين عملوا محاصرة الجيش العدو في النص وشتتوهم لدرجة انهم ما كانوش عارفين هم بيتضربوا منين، وفي محاولة يأسى منهم قرروا انهم يقتلوا رمسيس. رمسيس اتحاصر في وسط الجيش العدو، وجي واحد من رماة العدو قتل سواق العربية الحربية بتاعته، وساعتها بقى بيسوق بإيده وبيحارب بإيده التانية، وبيجي العدو بعدها وبيخسر له عجلة من عجلات العربية الحربية اللي راكبها. دلوقتي رمسيس بقى متحاصر بين الحوثيين وراكب على عربية حربية بعجلة واحدة، وفجأة ظهرت قدامه عربية حربية تانية من عربيات الحوثيين وخبطته ووقعته على الأرض. رمسيس بقى واقف يقاتل العدو لوحده، وكل اللي معاه كان سيف. وموسى لاحظ الأزمة اللي رمسيس فيها وحس بالخطر اللي محاوط أخوه. رمسيس كان يعتبر أخو موسى بالتبني لأنه تربى معاه في نفس القصر. بعدها جت عربية من عربيات الحوثيين وكانت هتهجم على رمسيس، بس موسى اتدخل في آخر لحظة ورمى الرمح بتاعه في عجلة العربية الحربية وأنقذه. وبالرغم إن موسى أنقذ رمسيس إلا إنه كرهه عشان أنقذه، حاجة غريبة. بس هنا بنعرف إن الملوك المصريين كان عندهم طقوس غريبة بيعملوها قبل كل حرب من حروبهم، بيضحوا بوزة بيضة وبياخدوا الكبد بتاعها وبيستخدموه في التنبؤ بنتيجة الحرب. بس المرة دي التنبؤ كان نتيجته سيئة، والعرافة قالت له إن في شخص هينقذه في المعركة، والراجل ده هيبقى هو حاكم مصر القادم. كل اللي موجودين طنشوا الموضوع إلا رمسيس، دفن النبوءة جوه قلبه وسكت وعمل كل اللي عليه في الحرب دي عشان محدش يساعده. بس بعد كل جهوده دي النبوءة اتحققت برضه، وموسى أنقذه من الموت. وعلى حد ظنه طبقا لكلام العرافة إن موسى كده هياخد منه الحكم وهيكون هو حاكم مصر القادم. رمسيس سحب الرمح بتاعه وكان عايز يقتل موسى، بس موسى كان طايح في العدو وقتل عدد كبير منهم بدون ما يديله أي اهتمام. وفجأة جنود رمسيس خدوه من وسط المعركة وركبوا عربية حربية، وده لأنهم انتصروا في المعركة ولازم يرجعوا بيوتهم من تاني. الشعب استقبل الجيش بالترحيب والتهليل، والمعركة دي كانت من أنجح المعارك في التاريخ. في قصر الفرعون، الفرعون والد رمسيس بعت لموسى وقعد يضغط عليه عشان يحكي له هو مخبي ايه عنه، وساعتها موسى قال له ان النبوءة اتحققت. وبالرغم من الخبر الصادم، الفرعون الاب ما اتحركش من مكانه وكان هادي جدا، وقال لموسى بعدها ان النبوءة دي صعب تتحقق لان موسى مش من دمه وبالتالي مش هيقدر ياخد العرش. وكمل كلامه: انت صحيح زي ابني لان انا اللي ربيتك وبعتبرك اقرب ليا من رمسيس، بس النبوءة دي مش هتتحقق. وبعدها الفرعون الاب جاب ابنه رمسيس وهزقه على ادائه غير المشرف في المعركة، وقال كلام تمام على اداء موسى، وده زود حقد رمسيس على موسى. في الوقت الحاضر رمسيس ما قدرش يتحمل كارثة عشان، وعشان كده استجاب لطلبات موسى وحرر ال 400 ألف يهودي اللي كان مستعبدهم، وخرجوا كلهم من المدينة بقيادة موسى، وتحقق اليوم اللي كانوا مستنيينه من 400 سنة. بس بعدها رمسيس رجع في كلامه وخرج بجنوده ورا اليهود عشان يقتلهم. في اللحظة دي الجواسيس جم قالوا لموسى على اللي رمسيس عايز يعمله، وساعتها موسى قرر انه يمشي من الطريق الجبلي عشان يتفاداهم. القافلة مشيت لتلات أيام بلياليهم، وبعدها لقوا انهم قدام بحر كبير ومش هيقدروا يعدوه، وساعتها يأسوا واستنوا مصيرهم. تاني يوم حصلت حاجة غريبة جدا، البحر اللي قدامهم انحصر على الشاطئ وظهر قدامهم طريق، وساعتها موسى نزل البحر وتأكد فعلا ان المية ما بقتش عالية، وكان مقتنع ان ده الطريق اللي الاله فتحوله عشان يهربوا من فرعون وظلمه، واله موسى هو رب الكون وخالق الخلق. موسى طلب من اليهود انهم يمشوا وراه عشان يعدوا البحر. في نفس الوقت رمسيس كان ماشي ورا موسى هو وجنوده، بس حصل انهيار جبلي وده تسبب في موت عدد كبير جدا من جنوده. اليهود المؤمنين بالله بدأوا يعبروا من الطريق اللي في البحر ورا موسى، وفي اللحظة دي ظهر لهم جيش فرعون من بعيد، فأمر موسى اليهود انهم يتحركوا بسرعة، وهو خد مجموعة من الفرسان وواجه بيهم جيش فرعون عشان يأخرهم شوية. جيش فرعون كان كبير جدا وكان بيتقدم ناحية موسى وجنوده بسرعة رهيبة، بس فجأة حصلت حاجة غريبة جدا، السماء غيمت كلها وحصلت عاصفة رعدية جديدة. بس العاصفة دي ما وقفتش جيش فرعون، أول ما المؤمنين عبروا البحر ظهرت موجة عالية جدا، وجيش فرعون كان مرعوب أول ما شافها،
بس فرعون ما وقفش برضه. ساعتها قائد الجيش عصى أوامر فرعون وأمر كل الجنود إنهم ينسحبوا من المعركة، وموسى أمر كل رجالته إنهم يهربوا هم كمان، وبكده بقى رمسيس في مواجهة موسى والاتنين وقفوا لوحدهم قدام بعض في المعركة. رمسيس كان مصر على اللي هو بيعمله وسحب سيفه عشان يواجه بيه أخوه بالتبني. الحقد عمى قلبه والسلطة والحكم جننوه، وساعتها الموجة وقعت على فرعون وموسى وكل قوات فرعون اللي ملحقوش يهربوا، وفي لحظة البحر بلعهم كلهم، وبكده يبقى اتحققت الكارثة العاشرة. الموجة كانت عالية جدا لدرجة انها بلعت كل حاجة قدامها، حتى اليهود اللي عبروا الناحية التانية مسلموش منها وفي شوية من الموج طالهم، بس الحسن حظهم محدش حصل له حاجة. أما جنود فرعون ماتوا كلهم وطلع موسى بعدها سليم من المية، وبكده يبقى حرر 400,000 يهودي مؤمن بعد 400 سنة من الأسر والاستعباد. في الناحية التانية رمسيس كان واقف على الشاطئ ندمان وحاسس بالذنب بسبب كبرياءه اللي دمر الدولة بحالها وقتل كل جنوده، وكان بيراقب جثث جنوده والنسور بتنهش فيها. وفي آخر مشهد في الفيلم بنشوف موسى وهو على رأس العبرانيين وماشي بيهم في رحلة جديدة عشان يرجعهم لأرض الكنعانيين من تاني. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. شكرا على المشاهدة وسلام يا صديقي.